استنفرت جائحة كوفيد 19 منذ حدوثها دولة الإمارات العربية المتحدة بمؤسساتها العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، وكل لعب دوره في مكانه وفي كل قطاعاتهم. وبهم تأسس في دولة الإمارات العربية المتحدة خط الدفاع الأول لحماية الوطن والمجتمع من تداعيات فيروس كوفيد 19، فواظبت الحكومة على الإحاطة والإبلاغ بشفافية لإنشاء منبر إخباري مفتوح ينقل التفاصيل والتطورات على مدار الساعة، لتكن هذه البادرة نقطة التواصل والطمأنينة بأن أمر الجائحة وشأنها تحت السيطرة التامة، مما أشاع جو من الثقة والطمأنينة. إنه درس في إدارة الأزمات التي تمس جوهر المجتمع والمواطن. ففي العاصمة أبو ظبي وفي إمارة دبي وكافة إمارات الدولة تمثلت درجات الجاهزية بأعلى مستوياتها في ظل القرارات الحكيمة والمتابعة والإشراف الدائم من الحكومة الرشيدة، لترسم ملامح التجربة الإماراتية المتميزة والناجحة في تحدي وباء كورونا والسيطرة عليه. ما يميز دولة الإمارات عن غيرها من الدول هو نجاحها في إدارة واحتواء الأزمة من خلال التحرك السريع والمرونة والجاهزية، ولا سيما أنها ركزت منذ سنوات على قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات الذكية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسبقت عصرها وقضت على الأمية الرقمية وخلقت وظائف المستقبل. لذلك كان لديها رؤية استباقية مكنتها من التعامل بقوة وحزم مع أزمة كوفيد 19، بل وساهمت وبتوجيهات قيادتها في دعم مختلف دول العالم، وحجم المساعدات التي قدمتها أكبر دليل على ذلك. كما أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أكد أن حكومة الإمارات واجهت تحدي كورونا بكفاءة عالية، وأن الكوادر الوطنية في الصف الأول لمواجهة الفيروس، وفي بقية القطاعات تمكنت على امتداد الأشهر القليلة الماضية من تأكيد ريادة دولة الإمارات وقوة حكومتها وقدرتها على التحدي وتلبية تطلعات الناس. أنتوا من خط الأمامي الدفاع الأول عن الوطن، والمهمة تقومون فيها كبيرة وعظيمة، ولكنها بعدها ما انتهت. أحب أن أحييكم جميعا. اليوم معانا فريق الحكومة الاتحادية وفرق الحكومات المحلية، وأحب أن أسميكم جميعا فريق دولة الإمارات. الهدف أن نحط خطة لدولة الإمارات بعد هذه الأزمة كورونا، خطة تضمن أن نكون أسرع دولة في النهوض والتعافي. سعيد جدا أن أرى الشباب والشابات يتنافسون على قيم كنا نحاول أن نزرعها في مجتمعنا، هذا المجتمع الذي جله من الشباب، وبالشباب نستطيع أن نقوم المجتمع، لأنه في بداية تكوين الأسرة، والأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع. نحن ندعو الشباب أن الكل يهب، وما نقول يعني أنك والله أنت تخدمنا، نحن لا، نحن كلنا نخدم المجتمع. بذلت إمارة الشارقة جهوداً عظيمة في تطبيق أفضل الإجراءات والتدابير لحماية صحة وسلامة السكان،
وتوفير قدر كبير من الإمكانات والموارد لرفع جاهزية التصدي لجائحة كورونا، وذلك تم وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. فتم توسيع قاعدة التأهب لمواجهة الطوارئ والاستجابة النوعية لها، وتم إحراز تقدم كبير في عمليات التقصي النشط وزيادة وتيرة الفحوصات الطبية من خلال تعاضد الجهود من جميع الجهات الحكومية وفق منظومة متكاملة من الإجراءات التي عملت بنسق واحد. كل تلك الجهود تأتي ترسيخاً لكفاءة النظام الصحي في دولة الإمارات، وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة بتوظيف وتسخير جميع الإمكانات لخدمة صحة المجتمع. فقد تحققت النتائج المرجوة من خلال تعاون وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع حكومة الشارقة والتنسيق مع اللجنة المحلية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ودعم الدوائر المحلية بحكومة الشارقة، حيث تم توفير كافة الخدمات الوقائية والصحية لمواجهة الجائحة، وتم تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لحماية صحة السكان، مما ساهم في تعزيز الطمأنينة لدى الأفراد والحد من انتشار الفيروس. لا شك بأن المستوى العالي للوعي في مواجهة كوفيد 19 أثبت أن القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تحافظ على مجتمعها ترسخ في وجدان الناس عامة بيارق الثقة والأمان والأمانة. فرغم ما حدث استطاعت الدولة بقيادتها ومؤسساتها أن تعبر من جحيم الجائحة إلى الأمان بتنسيق تام وبقدرة جبارة على استحداث الحلول وإنجاحها. وفي إمارة الشارقة وإمارة الفجيرة كما سائر إمارات الدولة، نجحت المؤسسات والدوائر الحكومية والجهات المعنية في تطبيق الخطة الوطنية لإدارة الأزمة ضمن آلية وتنسيق عالي المستوى وتعاون وانسجام كبير بين الجميع من الشرطة والبلديات ودوائر الصحة والدفاع المدني وهيئات المجتمع المدني وجميع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية. يمر العالم أجمع بتحدي كبير في مواجهة وباء كوفيد 19 المستجد وما نتج عنه من تداعيات على المجتمع والاقتصاد ومختلف نواحي الحياة. وقد برزت التجربة الإماراتية في إدارة واحتواء هذه الأزمة كأحد أكثر التجارب العالمية نجاحاً وتميزاً، حيث تلاحمت توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة لمواجهة هذه الأزمة بخطة دقيقة أبهرت القاسي والداني. وإننا في فاصل لمقاولات البناء واستجابة للتوجيهات والإجراءات الحكومية، قمنا بدعم التعافي المجتمعي خلال جائحة كورونا كوننا شركاء ومساهمين في كل الأنشطة الاجتماعية، حيث أن المسؤولية الاجتماعية هي نظرية أخلاقية للحفاظ على التوازن ما بين الاقتصاد والنظام البيئي والاجتماعي، والعمل على النهوض بواقع المسؤولية الاجتماعية وتعزيزها عبر إطلاق برامج فريدة تساهم في تأسيس آلية متطورة مستقبلية للدعم المهني لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بتلبية الاحتياجات النفسية للعاملين وضرورة الدعم النفسي لتقوية الشخصية وتعزيز الصلابة النفسية في تقبل الواقع والتعايش معه، والعمل على تجاوز المشكلة بصلابة وثبات نفسي عالي. وقد قمنا برفع مستوى إجراءات الأمن والسلامة في جميع مكاتبنا وأماكن سكن موظفينا ووسائل النقل المتعددة وتطبيق كافة متطلبات الصحة العالمية وتعليمات وإرشادات الدوائر الحكومية بالدولة. وحصلنا على شهادات الآيزو 14001 و45001 في كل من نظم إدارة الصحة والسلامة المهنية
والإدارة البيئية من قبل المنظمة العالمية لمعايير الجودة بنهاية شهر مايو 2020. فاست حريصة على دورها في تنفيذ مشاريع ريادية لإمارة الشارقة، ومن أهم المشاريع التي تشارك فاست في تنفيذ البنية التحتية لها هو مشروع منظومة النقل الحديث في إمارة الشارقة سكاي واي. هذا المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه في الدولة وفي المنطقة، وهي منظومة نقل حديثة متطورة تلبي احتياجات مدن المستقبل، لأنها حديثة وذكية وصديقة للبيئة وآمنة ومريحة أيضاً، فهي مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومصممة بمواصفات هندسية وتقنية تضمن الأمان والراحة وتراعي متطلبات الصحة العامة. وإن فاست مقاولات البناء لن توفر جهداً في تسخير إمكانياتها وخبراتها في سبيل إنجاح مختلف المشاريع التطويرية في الإمارة وفي الدولة ككل. هي أزمة وتعدي، مرينا بالأصعب، بإذن الله بنعدي وعليها نتغلب. كلنا وإيد بإيد بالعزم والهمة، نقدر وما هو بعيد نتجاوز الأزمة. بنعدي بنعدي بإذن الله، بإذن الله بنعدي، بنعدي لأننا الأخوة. نعبر الأشواك لأننا الأقوى. الكل هنا مسؤول على مصير الكل، ولجل الوطن بنقول نتعاون وتنحل. يا رب بنعدي بنعدي يا رب بنعدي بإذن الله بنعدي. كفو عيال الدار حن قدها وقدود، بالحكمة والإصرار يا ما عبرنا حدود. نحن معاً دوماً في الفرح والأحزان، سننتصر حتماً.